يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين كجرني دعوتي مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجرني دعوتي يا قابك مركا دعوتي لو قاضي يا مرخاتي يا رميه لحريري وعين صوت الماني حري مركا ينكاد ليني قيمها دعوتي ينسوكريني إني دعوة وقيب صدنا صدع قيب الدعوة الصحيحة الدعوة الفاسدة الدعوة الباطلة الدعوة الصحيحة وعوية دعوة وضوافصتي شروط لحدة هذه نصات الماني إسلام مركا ديو يكسو قنطة أي طلب يدون مشروعه وقف قن شاقر يأوكو دون أيوم وحنا كرتي ما يبا إنه لمرك أحكامتي أي رهيدو دقف جا مدعى جاه مركو دعوة سلام يا وح لاقل يا جوابتي مدعى عليه جا هدو قرطاء يا هدو إنكراء يا إجراءات كذا وين صوت المان توه على إذا دعوة صحيحة مدى وح على دعوة الفاسدة ودعوة فاسدة هم وتأفسطي مركا يدنا شروط هذه أساسية هيدن صوت الماني وأفسطي وأصرها ودعوة صحيحة أي حاجة كتهي لكن أوساب هذه خارجية هيدن كبح صريد أي اختلال يدنا شايكو سويهين وأنا وحل إصلاحين كلام الله تسيحين كرو الله هكاتشين كرو تصالحان غف قوحان وشاقر ايام وحادة هين اما وصدو وشاقر ايام سي ملزمة او مركة او دي وحكو لازمين ايو وحكو ربعان هين دعوة دا مركة وحا لئينا دا ون دعوة دا سوها قاچي سو او اسكر سو دبرهيدا ما لئينا دا دي اللو لقيم ما يو سا يو سا يو سا دي اللورن ما يو لكن وحا لئين دعوة دا سوها قاچي سو او دعوة مسموعة مركة من نقون اي سو مر هدي أي فاسد ساو نمان تاين اللوجود بما يقف في مدة عليك لورن ما يكشوه يقف في الهرت يسكت صوت بريء سوا جيتس لورن ريا تانا واحد لا دعوة الفاسدة مدنا واحد لا دعوة الباطلة أيدوا دعوة باطلة واتان صحيح عين أصلا واتان لدقي سنينين واتان شوابي كره تمينين واتان حكم كدم بينينين لأنه هو مدان لحقاشين كرينين تسالة دينو ساقا دنو وحنو الشيقان ايو ايان وحوالا انا هين بقى مثلا وحو الشيقان ايا خمري خمري بقى لقى بابي او لقى قوي اما لقى دادي كيبو الشيقان ايا يوكو دعوان ايا دين مدعا به يبان قاشي مشروع بان هين دوفار بو مركا كو دعوان ايا ان لقى قاضي بختي بو كو دعوان ايا ان لقى قاضي يعني وحو شيغان يي باي مدعى به قبا وح مشروع اهين اما وحا ودعوتي سنا دعوه مستحيله ودعوه مستحيله ان صورت قال اهين دي اسقو 20 جير ايو نين 20 جير ام 60 جير لي اني غدلي
waa la arkayaa inaanu dhalinoona shaqo isku lahayn. Markaa dacwadiisa iyo sheegashadiisaasi waxa weeye mid baadil ah oo aanay waxba ka jirin oo aan la sii wadaynin. Waxaa ka mid ah masalan qof faqiira oo aan waxba haysani oo la ogyahay ayaa wuxuu dacweynayaa tujaarta iyo aqniyada iyo ganacsi waaweyn buu dacweynayaa. Wuxuu leeyahay milyuun baana baahiyey ama boqol kun baana baahiyey wuu leeyahay. Taana markaa haye si aad u amaahaysa bal markhaatigeen bal ha loo yeedh xajigii lama odhanayo, leanna waa la ogyahay ninkani lacagta inaanu arkinba. Ninkan uu sheegayana iska daa wuxuu amaahiyey inaanu arkinba baa laga yaaba. Kaana markaa inta dacwad loo furo la odhan maayo markaa bal ha loo yeedh xajigii iyo bal hadda markhaatiye keen la odhan maayo, leanna waxaa la arkaya waxaanu sheeganayaa inaanay suurtagal ahayn. Markaa dacwada noocaasna waxaa la yidhahdaa dacwal baatila baa la yidhaahdaa, lamana sii waday halkeeda ayaa lagu odaa qof kale lagu eriyaa. Macnaha qaybaha markaa dacwadu shalay baynu xaabeen horeynu si yar udguud marnay waa qaybaha. Qaala almu'allifu raximahullahu tacaala wuxuu ihi walaa yaqbalu ma aqbalaya alqaadi qaadigu shahaadata caduwin mid cadowa calaa caduwihi kii oo cadowga u ahaa ku furaya la aqbali maayo. والمراد بعدو الشخص لو عرج من يبغضه كو عرون يا ايا لو جيدا ولا يقبل القاضي قاضي ما اقبل يا شهاده والد مد وحد علي مرق فركي وين على هبصر يقول لي ولدي يفري وفي بعض النسخ اللي مولود يفري وين سبر هبه سيم ولا شهاده ولد ولا شهاده لوالده كده لا يفري لا اقبل ما وين على هبصر يقول. اما شهاده عليهما أما أكون مرق فركي فتقبلوا ولا أقبل مركا. هل كان وحاو شاقو إنه قلت الماما يا دادك أن مرخاتي قودة أن لا أقبلين قفق مرقا مرخاتي لقفرو واتينو تلماني إنو قادقو هدو قرن يا مرخاتي أسينو عادل يهي dee inuu ku xukumayo haddii uu ogyahay inuu faasiqo ama markhaati galay inuu celinayo, haddii labada midaba aan ugu ganeeyo istisgaa inuu dalbi oranayo cid taqaana ama ku taqaana keenso inuu oranayo. Waxaa kale u furan qofka wax lagu furay markhaatiga isaguna waxyaalaha sharciga ah ee sharcigu u ogol yahay inuu ku duro ee inaanu markhaati galaynin caddaynaya inuu keeno. Waxyaalihii haddaba markaa qofka markhaatigiisa dhaawacayaybuu halkan ee aanu markhaati ku noqonaynin ayaa markaa halkan uu sheekhu wax ka mid ah inoogu gelayaa. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa yacnii cadaaladda rooyinka ay samaysabay ka mid tahay, marka hore wuxuu odhanayaa aniga hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel wayga deedefo, macnaha wuxuu ogyahay intii ninkanu markhaatiga u watay, deetana wuxuu leeyay intaasi way iga deedafo aniga waxba iguma furaan. Dee in la yidhaah waa ka deedafo oo wuu diiday un sharcigu ma ogolaa. Sharcigu qofkii markhaatiga marka loo soo taago markhaatigiisa furo haddii uu helayo markaas wuxuu ku duro oo ku buriyo inaanu markaa markhaati galayn oo sharcigu tixgeliya waa inuu caddeeya, laakiin way iga deedafo una markhaatiga ima galo, taasi wax sharcigu ogol yahay maaha. marka walaa yaqbalu alqaadi hadaba ma aqbalaya qaadigi shahaadata caduwin mid cadowa shahaadadii iyo marag furkii calaa caduwii kii kale cadowgiisa uu cadowga ku ahaa uu ku marag furayo. Way xadiidkii abu daawud iyo ibnu maaja ayay warinayaan nabigu sallallahu calayhi wa sallam laa tuqbalu shahaadatu dhii ghimri calaa akhiihi, la aqbali maayo shahaado mid ghimri markaasi xiqdi iyo uur xumo u saaxiiba oo u qaba markaa walaalkii markhaatigiisa looma aqbalayo, ama yacni kii tuhmaan laa tuu shahaadatu dii dhinnati walaa dii lxinnati, sida markaa imaamu lxaakim isna warinayo kii markaa tuhmaaddu ay ku sugnayd ama kii markaa xinnada iyo cadaawaddu ay ku sugnayd markhaatigiisa lama aqbalayo. waxaana loo jeedaa cadaawaddii dee daahirada ahayd ee muuqatay ayaa looga jeedaa. Dee cadaawo qarsoon ilaahay ayuunbaa markaas og, waana cadaawaddii markaa adduunyada ahayd ee
deeti marka ayada xagga diinta ahayd ayada kuma jirto oo ninkii muslimka gaalkii waa loo aqbalayaa, kii sunniga ah mubtadici marka waa loo aqbalayaa. Calaa caduwihi walmuraadu bicadawi shaqsina waxaa looga jeedaa markaa u fiirso calaa iyo lahu baa kala jirta. Calayhi walahu iminka waa calayhi inuu ku furo, laakiin marka lahu haddii le waa markuu u furayo ayada waynu eegi ee waa markuu ku furayo. Calaa caduwihi cadowgiisa inuu ku furaa markaas iyadana lama aqbalayo deetumaad baa ku jirtaa. والمراد بعدو الشخص نوح اللغة من يبغضه قفقة وعرون أيام إيه هديو مركا قفقة وح كم رغيسيا كي ما دا كفر حيام هديو حو كفر حق قفقة وهران يسو كم رغون أيام أي الله إله دا. ولا يقبلوا ما أقبل يا القاضي شهادة والد والد مرق فركي وين على والد كاسي هباص الرأي أو أبها أبيه أبي أما هو يده هو يده هو يده هاتو أفري اللي ولده إلمهيسي. وفي بعض النسق اللي مولوده كورد اللي وين سفلا هباه سي أو إلمهيسي 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 وحسيا هذا هوس باوسي دادقي والد إلمه أم رقفر أيا أيضا لما أقبل أيوه. ولا شهادة ولد ولد إيا إلما مرق فركي لوالده أفريو والد كيساسي حبص الرأي وين على حبص الرأي أيضنا لما أقبل يتوماد أيام ماشي كسوغان معناه وحوى أصل أفري فرعي سلما أقبل يو. أما فرع أصل كيسا أفري مرخاتي سلما أقبل يو عدبا يسيا سلام مرخاتي أبا هاي بي مرخاتي أيي دي ولا أدى أبوكي بي مرخاتي مايا وحي مرخاتي إنا كي كان ووهي كان ووهي هاي بي مرخاتي فري مايا تهمات باكو الصغر ويانده ومالك اللي أخيك بالين. أما شهادة عليهما حدوا شهادة دي كفر دي أيها اللي كفر أيها فتقبلوا أيها والله أقبل أيها هديو والد كإلميسي كفر أيها أوليها أنا كمر خاتيو إلمها يقو حوقبا هدو والد ولد كفر أيها أبيه أوليها أنا فرعو أبي وحوقبا oo ay kufurid tahay taa iyada waa la aqbalaya, laakiin bishard waa inaanay wax cadaawadi ka dhexaynin. Hadday odayga iyo ilmaha cadaawadi ka dhexayso taa wuxuu ku furayna markaa loo aqbal mayo, wuxuu furayna asal markeeda horeba lama aqbalaynin. Halka waxaynu ka fahmaynaa wixii asal iyo farac ka soo haray ee xawaashidii kale nasabka waa laysu aqbalayaa. walaalki walaalki waa u furi karaa, labadii isqabay midkood midka kale waa u furi karaa, oo qaraabada ayaga sida ka asal iyo farac uma la ogolayn. Waxa kale oo ayana aan la ogolayn dee laba qof oo wax wada leh in midkoodna muduuci noqdo kii kalena markhaati noqdo ayadana lama ogola. Dee haddii cadaawad ay ka muuqatana si aynu soo sheegnay ayadana markhaatiisa loo aqbalay. Mararka qaar kood baa waxaa dhacda inuu qof markhaati keensado, dee wuxuu odhanaya qofkani waa qofkii la dirinayay baa wax sheeganayay. Dee hadday dirirtii iyo dagaalkii iyo wixii ka muuqdaan iyo sheegasha markhaatigiisa lama qaadayanayo markaa. Hadduu dee wixii wada leeyihin ayana lama qaadanayo, hadduu wixii wakiilka ka hayana markhaatigiisa lama qaadanayo. Walaa yuqbalu lama aqbalayo kitaabu qaadin qaadi qoreelkii ilaa qaadin aakhara uu qoray fil axkaami fii jisl axkaami ilaa bacda shahaadati shaahidayni laba markhaati marag furkoo dabadeed mooyaane oo iyo shahadaani ka marag furaya calaa alqaadi alkaatibi qaadibkii qoray qaadigii qoray bimaa fiihi ayil kitaabi waxaa ku sugan indal maktuub ilahi ka loo qoray agtiisa kaga marag furaya. وأشار المصنف بذلك وحنكو إشاريا إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال مركو كشيكتو وثبت المال عليه حوليا يكسقن هذان فإن كان له مال حاضر هدي حول حاضر أوليه قضاه القاضي من القاضي وكذيا وإن لم يكن له مال حاضر هدي عن حول حاضر لهين وسأل المدعي ويدس إنها الحال إنه قارسي إلى قاضي بلد الغائب كان مغان بلد جيسا قرسوريسا أجابه لذلك كاوا وقوشا وكييليا. وفصل الأصحابنا وحي كفصلين إن
حال حالي حالده قارسين ده بأن يرشد قاضي بلد الحاضر عدلين وين مرق اليوم بما ثبت عنده وحيد السمناظم من الحكم على الغائب يا وصفة الكتاب نوحوه بسم الله الرحمن الرحيم حضر عندنا وحاقت يدي يمي عفار الله وإياك أنك يدي بالك وعافية فلان هبل ودعا وحو شاكتي على فلان الغائب هبل كي مغنى المقيم كنك في بلدك بلدك بشيء الفلاني شيء هبل أيو شاكتي وقام عليه شاهدين لما مرخاتبه سوتاك وهما لبدا مرخاتنا فلان وفلان وهبل يهبل وقد عدل عندي أكتيد روالة تعديري وحلفت المدعي مدعينا وانداري وحكمت له بالمال حولين وانو حكمي وأشدت واحد مرقلي بالكتاب قرالك فلانا وفلانا أيام مرقلي ويشترد في شهود الكتاب والحكم وحل الشرطية ظهور عدالة ما عند القاضي المكتوب إلينا مقطع ولا تثبت عدالة عنده قصر بميس بتعديل القاضي الكاتب إياهم أسوق لتعديل انتساء وعشاقه هل كانوا لا يهي ولا يقبل لما أقبل أيوه أو لقد أقم ما أيوه كتاب قاضي قاضي قرصور قريلك إلى قاضي آخر قاضي كرو قري في الأحكام في الجنس الأحكام أحكام الجنسية هذا إلا بعد شهادة الشاهدين إن دي أي لما مرخاتي كم مركفرين موياني لبدا سو يشهداني كم مركفري على القاضي الكاتب قاضيا قري بما فيه أي الكتاب قرالك وقري وحكسوا كما ركفر يمويان عند المكتوب إليه كلا قري معناها أصل كذا هرت مسألة وكاد لي أوام مسألة الله يقنى القضاء على الغائب ومرك الله حكمنا يقف بقا مرك الله حكمنا يوي ما هميتش وقا مرك الله حكمنا يو وانا يبنان دي قف مقان إلا دعويه أمر خاتية لقو أوغو وحبنان مركا قفقي دي وحشيغان أيي إنو اللبابا مركا إلى هذا يقر أو قادق نقره إنو مركو مع المرخاتية دي مع الوحيد لقي سيء حكميه أو دبيترا وقره ونقره الآه حكم كاسان حكم يفلي وحكالو بنان انو سماع البينه مرخاتيه دغيسي سو قرو او الى ده قف غاسا و هو شيغتي قف غا هلكاغا جوغا مرخاتيه اسو مرخا كيري مرخاتيدنا ساساي فورين وان كو سو ديري ادو حكم مرخا و هو ديريا ان وخي شهادتي و خي قاداي سو كاسي حكمو مرنا و خي او حكومان او غوانكي دمهيسن يحي بو ديريا حدبا تاسي وها ويه مرخا لا اقبليا و مرخا ودم رجليو ان لبا مرخاتي حكم كيسا يقرال كيسا مركا ومرجليو او مركا كم مرق فرا قاضيا مركا لو قري اكتيسا لانه وحا لا عسكري وا مرخاتي ودا قرال كان ما قرال كان مركا وا اسك سن و لومي كرا و ترمي كرا ولا تزويرين كرا وحبا لقى بدري كرا وحا الله عسكر يا وحا وي ومرخاتي هذا لما رجلين يحون كان يقرال كان إلا راعين يا مركا الله دير يا قرصورها كرا ويا وحا وحا لقى حكمين يا مركا ولا يقبل كتاب قاضينا قادر أخرى في الأحكام في جزء الأحكام إلا بعد شهادة الشاهدين لما مرخاتي مرق فركو دبديد أيوم بالأقبال يا يشهداني لو هذا سو كم مرق فريا على القاضي الكاتب قاضي كي سو قري قاضي سو قري وكم مرق فريا بما فيه اي الكتاب قران كان وحا كسغن هلكي كغ فريان عند المكتوب اليه قاضي لو قري اكتس كان فريان هذا المساله دي ايو مركا هلكي مساله تايم انو شيغيا شارح و خري واشار المصنف بذلك كم وحكو إشارة إلى أنه حالي شأنه إذا دعا شخص مرقو غف شيكتو على غائب مدمغن وبلد كان كم مغن بمال حول أيو شيكتو حولها سنة إمقر سروا إيقد في السيئة هيبول وثبت المال حولينا عليه وكسق من
ninkaa maqan oo siday ugu sugmeen dee ninkan wax sheeganayaba wuxuu u soo taagay markhaatiyo waliba waxaana kaloo loo raacinayaa waxa la yidhaahdo yamiinul istidhaar yamiin al-istidhaar marka ciidan markhaatiga lagu oogay uu yahay sabi ama mid waalan ama mid dhintay ama mid maqan afarta mid ka mid ah uu haduu yahay waxa dacwada la raaciya wax la yamiinul istidhaar laanna maxaa dhici kartaa haduu ka qasabigani qaangaar yahay ama masalan kaba soo qaad dee qofkan maqan ka soo qaad ama qofkan intay ka soo qaad labadan kalena waa la mide hadday goobjoog ahaan lahaayeen marka ay markhaatiyadani furaan ay yidhaahdaan annagaa ka markhaati xoolaha markuu qaato amaahday annagaa ka markhaati waxaa markuu ka burburiyey hadduu qofkani joogo muxuu odhan kari lahaa hadduu qofkani nool yahay muxuu odhan kari lahaa wuxuu odhan kari lahaa way jirtay saa markhaatiyadu furayaanoo waan ka amaahday waxaa waan ka baabiyey laakiin waan siiyey ama wuu iga saamaxay ayuu odhan kari lahaa tii haddaba maadaama aan la haynin hadalkiisi waxa loogu raacinayaa dhaar arrintaa ay markhaatiyaasi ku fureen weli inaad ku leedahay oo aanad ka saamixin oo aanad ka qaadanin oo wax ka mida aanad ka saamixinin dhaar raaci baa loodhanayaa jibilisidaarkaasa loo raacinayaa waya taasaa buuxinaysa jawaabtii qofkani uu bixin lahaa ama istifaacii qofkani istifaaci lahaa ee meesha iman lahaa dhaartaasaa markaa buuxinaysa marka marka wasabat almaalu calayh xoolina ku sugnaadaan yamiinul istidhaarna weliba la mariyo fain kaana lahu maalun xaadirun haddii xoolo goobtan jooga uu leeyahay masalan ninku kama soo qaad burcu ku baqaya ama boorabe halka lagu xukumayna waa hargeysa hargeysa xoolaha uu yaalaa qadaahu lqaadi minhu qaadigu xoolihiisa hargeysa yaalbu ka soo guday soo qaada bu odhan xoolaha keeno ninka ku wareejiya way lam yakun lahu maalun xaadirun haddaba ninkii hargeysa mithaalkeenna wa xoolaahi uma yaalaan maxaa la sabayin markaa oo wasaal almudici mudicigu weliba weydiisay in haalxaali xaalka in la gaarsiiya ilaa qaadi baladi alghaa'ibi kan maqan halkan uu ku maqan yahay boor ama misaalkeenna ama burca hadduu weydiiso yidhahda xaaladda qaadiga iigu xawilo ii gaarsi halkaasan ka qadri xukunkan ama markhaatiyana dhegaysatay ajaabahu lidaalika wuu ka ajiibiyo arrintaa wuu ka ogolaan hadduu yidhahda waan sugayaa maalintuu yimaado hargeyso maan qabsanayaana waa u furan tahay hadduu yidhaahdo maya burcaan ugu tegay ama booramaan ugu tegayaa ee halkaa garsoorkaa iigu qoriya qaadiga halkaa iigu qorna xaq buu leeyahy waynu ku jawaabaa uga uu ku ajiibaa wa fasala alasxaabu haddaba waxay ku fasireen waa asxaabu shaafici waa ragga waaweyn asxaabu shaafici haddaad maasho waa asxaabu lagu juuha waa 400 raggii ka horreeya weeye in haal maxaali xaaladda inuu gaadhsiiyo ayay ku fasireen wa fasara asxaabu in haal xaali waxay ku fasireen bian yushida inuu marageliyo qaadii baladil xaadiri kan xaadirkaa beledkiisa qaadigiisan hargeysa mithaalkeennii cadlayni laba qof oo caadiliina buu maragelin bimaa thabata cinda waxa agtiisa sugnaaday ee min alxukmi cala alghaa'ibi kan markaa dee uu xukumay ee maqan xukunka agdiisa ku sugnaaday iyo markhaatiyada iyo wixii markaa meesha ka dhacay oo dhan ayuu markaa laba markhaati maragelin qoraalkana markaa sidaas ayuu dabeetana uu ku dirayaa wasifatu lkitaabi haddaba kitaabkan iyo qoraalkan uu markaa u qoraya sifadiisa waxa weye bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay magaciisa ayuu ku bilaabi wuu odhanayaa xadara cindana agtayada waxa yimi afara lahu wa iyaaka fulaanu ninka hebelado wadacaa wuxuu ku sheegtay calaa fulaanin hebel alghaa'ibi maqan almuqiimi ku nagi fii beledika beledka ku nagi ee burca ama boor ama jooga bishay ilfulaani shayga hebel ayuu ku dacweeyey wa qaama calayhi shaahideyni laba markhaati na wuu u soo taagay wahumaa fulaanun wa fulaanun waa hebel iyo hebel ayuu markhaatina u soo taagay waqad cudilaa cindii agtaydana waa la tasgeeyo niman caadiliina inay yihiinoo markhaati gala ayaa agtaydana ka sugnaatay
waxa lafdu lmudaciya mudacigana yamiinul istihaarkii waan mariyey, waxa lafdu waan mariyey dhaartii yamiinul istihaarkii, wa xakamtu lahu bilmaali xoolihii waan u xukumay. Dee markaa fasaw fiihi anta, adugu markaas uga qaad, waan u xukumay uga qaad adugu, oo fuli xunkaa. Ama yacnii markhaatigaasaan dhegaystay adugu ku xukun. Waashadtu bilkitaabi, kitaabkan iyo qoraalkana waxaa marageliyey fulaan wa fulaan, hebel iyo hebel ayaan markaa marageliyey. Waa labadii weli marag furkooda la'aanteed lama aqbalayo. Wayushtaradu waxaa la shareeyey fii shuhuudi lkitaabi walxukmi, shuhuudda markaa ka marag furaysa kitaabka iyo kuwa xukunka markaa ka marag furayaba, kuwii ayagu xaqa markii hore ka marag furayee maaha, kuwan markaa kitaabka iyo xukunka ka marag furaya, dhuhuuru cadaalatihim, cadaaladoodu inay muuqato, cinda alqaadi almaktuubi ilayhi, qaadigan loo soo qoray waa inay cadaaladoodu ku muuqataa, waa inuu dadku garanayo cadilinayeen. Hadduu garan waayo kuwan loo soo qoray lafdeed, waa inuu tasgiye ka doonaa. Walaa tathbutu cadaalatuhum, cadaaladooduna ku sugmi mayso cinda waqtiisa, bitacdiili alqaadi alkaatibi iyahu, tacdiilinta qaadigii soo qoray ee hargeysa uu tacdiiliyey. Laba cadilina baan u soo dhiibay, uu yidhi lagu kaafdoomi maayo isaguna waa inuu tacdiiliyaa. Leannahu tacdiilinta qaadigani waxay intaa shahaadaduba aanay gudin, aanay markhaatigii furin. Dee waxaana qofkii la tacdiiliyaa marka uu shahaadada furo ayaa la tacdiilay. Waxaanay ka marag furayaan nimankan xukunkan iyo qoraal qari ka marag furaya, markaa kadib ayaa markaa la tacdiilinaya. Laakiin tacdiilinta uu isagu soo tacdiiliyey ku kaafdoomi maayo. Faslu fii axkaami alqisma, qismadii iyo qaybintii ayuu u fasilayay axkaamteedii. Wa axkaamtii qismada had iyo goraale la xidhiidhay, had iyo goraale fuqahadu qismada halkanay dhigaan. Waxaanay halkan u dhigaan dee had iyo goraale yacnii dacwadan waxay timaadaa dee ama wax la wada leeyahay oo laysku qabsoo la qaybinayo, ama wixii laysku haysay oo labadii qof loo wada xukmiyo oo la qaybinayo ayaa timaada. Saa daraaddeed bay axkaamtii qaybintu ay lahayd ayaa halkan dacaawaadka iyo bayinaadka iyo ay fuqahada shafciidu ay u dhex dhigeen. Wa axkaamtii wax qaybinta, dadkuna laba siyaalood ayay wuxuu wada yeeshaano, sharikatu ijbaar iyo sharikatu ikhtiyaar. Iminka hadduu qof dhinto, dadkii dhexalkiisa lahaa qasab bay ku shuraakoobeen, qofna ma dooranin inuu kan la shuraakoobo, laakiin qasab bay ku shuraakoobeen. Mara ikhtiyaar bay ku shuraakoobayaan, waxbay wada iibsanayaan, waxbay markaa wada soo wada qaadanayaan, markaa dee dhul bay wada xiyeynayaan, waxbaa loo hibeynayaa, ay wada aqbalayaan, waxbaa loo wada dardaarmayaa, yacni saasay ku aqbalayaan. Waa ikhtiyaarkooda ayay markaa ay ku shuraakoobeen. أصل يقسمنا دي قرآن قينا وشي وإذا حضر لقسمة أولو القربى والمساكين أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا والمساكين فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني قسمة إلى هاي شيء لحلك أولا قيمنا يودت كلا الله قيمنا يوم وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحين وحوة الإمام كان رسول الله يقسم الغنائم بين أربابها. نبي يقول إنه قيمين شري لحلك دت كلا إنه قيمين شري ayuu tilmaamay. Shufcada markuu ka hadlayay nebigu waxa uu tilmaamay inuu nebigu xukumay jacala rasuulahi shufca fii kulli maa lam yuqsam, waxa uu shufcaa xukumay shay kasta oo aan la qaybin. Shufcadana waa taynu soo marnay arkaanta yacnii baabkani ama fasalkani leeyahayna waase waa qaasim iyo maqsuum iyo maqsuum lahu, waa qaybiya la qaybiya iyo loo qaybiya, waa saddexdaa. Qaybintaana xaajadu markaa ayaa keenaysa oo si qof waloo labadii wax wada lahaa ama dhowrkii wax wada lahaa mid waliba markaa qaybtiisii dee si madax bannaan ugu tasarrufo, wax wada lahaanshii iyo gacmaysdhaafkiina uu uga baxo baahi iyo danbaa dadka ugu jirta. Waya bikasri lqaabi alismu, waa magac ka haday min qasama shay qasma min fatxi lqaafi,
وشرعنا تمييز بعض الأنصباء نسيبية بركة من بعض لقصة رلالة بطريق الآتي طريق يوضا إنو إمان دونتا وعب شيخ الله رحمه الله تعالى وهي قسمته بكسر القاف قاف قال كسرية من قسم الاسم وامجع من قسم شيئا قسما شيء يبو قيب قيب يقال بفتح القاف وشرعا حق شرع رواة تمييز بعض الأنصباء نصيبي الكي يسهمتي يحسوينكي دتكو أي وضلهايين وبركات من بعض بركي كرالا قصارو سيقف ولبن نسيبك سيقيبتي سوقاتو بطريق الآتي طريق يو وضعي نوي من دون تنا لوغو كرسو تمييز وكرا سعيدية كرسارد درس كان قيبتي سورة الكائن وقلت والله أعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.